مساء الخير. البابا بنديكتوس السادس عشر على خطى السيد المسيح في الأرض المقدسة، حيث تستغرق رحلته أسبوعا، بدأت اليوم وتنتهي في الخامس عشر من هذا الشهر. وأبلغ ما في هذه الرحلة أنها تذكر بأن هذه المنطقة هي مهد المسيحية في العالم. ومن الدين إلى الدنيا، واشنطن تجدد العقوبات على دمشق على رغم الانفتاح الأمريكي على سوريا، والذي تمثل في زيارة جيفري فيلتمان لها. في غضون ذلك، أعلن الدبلوماسي الأمريكي ديفيد هيل من بيروت أن لا اتفاق مع سوريا على حساب لبنان والمحكمة. واليوم طرأ تطور في غاية الأهمية بالنسبة إلى المحكمة الدولية، فقد أعلن رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي أن المحكمة أنجزت مسودة اتفاق تعاون قضائي مع كل دول المنطقة، أي مصر والأردن وسوريا وإيران وتركيا وإسرائيل. وتسمح الاتفاقية لمكتب المدعي العام في المحكمة الدولية بالاستماع إلى شهود في دول غير دولهم وباستجواب مشتبه بهم في لاهاي، كما تسهل إجراءات نقل المدعى عليهم. كل هذه التطورات لم تلغي الاهتمام بالملف الانتخابي. وفي آخر تطوراته ومعطياته، أن حزب الله سمى المرشح الشيعي الثاني في دائرة بعبدة، وهو الدكتور بلال فرحات. وهكذا يكون المرشحان الشيعيان في رائحة ميني أذار في بعبدة من حزب الله. مساء الخير. باليسرى حملت واشنطن عصا تجديد العقوبات على سوريا، وباليمنى رفعت من مستوى التفاوض الدبلوماسي معها وأجرت محادثات كانت بناءة بشهادة فيلتمان وشابيرو. عقوبات جددتها الولايات المتحدة لتشكل غطاء التفاوض الذي بدأ يضرب على العصب العربي والوتر اللبناني. فواشنطن من فكت تردد معزوفة عدم بيع الحلفاء في حواري الشام لطمأنة المتوجسين الذين يخشون تقاربا على حسابهم. كل من حط في دمشق وبيروت لقن تلك العبارة التي تنم عن عملية بيع قيد الإنجاز. والتزاما بالعبارة نفسها، وصل نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل إلى لبنان، وأول ما صرح به من بعبدة أنه لن تكون هناك أي تسوية على حساب مصلحة لبنان، ونحن لن نعقد أي اتفاق لا مع السوريين ولا مع سواهم على حساب لبنان طبعا أو شعبه، خصوصا فيما يتعلق بالمحكمة الدولية. هيل تحدث في الانتخابات والانفتاح، وفي جعل السابع من حزيران موعدا لإجراء انتخابات نيابية عادلة وحرة وخالية من العنف وبعيدة عن رسائل الترهيب. الرجل كان منصفا ولم يتدخل في الانتخابات على جري العادة الأمريكية، لكنه أعطى صوته لصالح من سماه قوى الاعتدال. وتلك إشارة لم يعرف ما إذا كانت لجنة الإشراف على الانتخابات قد سجلتها ضمن الخروق التي تدونها للسياسيين. وهذا ليس خرقا فحسب، وإنما إعلان انتخابي من دولة عظمى لأكثرية أعظم. قوى الاعتدال التي نالت دعم ديفيد هيل كانت على الضفة الصيداوية تطلب ود جبل النفايات الذي تحول إلى منطقة انتخابية. فالجبل المتربع على مشكلة بيئية مزمنة انتقل اليوم من القمامة إلى القمة. وعلى نيته الانتخابية جاءت الجولة البيئية، إذ تفقد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة جبل النفايات على ساحل صيدا الجنوبي، واطلع عن قرب على حجم هذه المعضلة وآثارها السلبية على البيئة البحرية والبرية. وعلى مرمى دائرة من صيدا كانت جزين تستعد لانطلاق المباراة الودية بين الحليفين بري وعون، اللذين تأهلا إلى نصف النهائي تمهيدا لمباراة الكأس في السابع من حزيران. وذلك وسط بدء سريان مفعول الأسئلة عما إذا كان باقي الدوائر سيتأثر بمعركة جزين. وربطا بالنتائج على مستوى لبنان، فقد رسم رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اليوم خط العودة، معتبرا أن الرابح سيكون عليه عبء تحمل المسؤولية أو عبء تحمل مسؤولية إظهار قيمة لبنان وموقعه، وكذلك سيكون دور الخاسر أساسيا في اللعبة السياسية لجهة المراقبة والمحاسبة. هو رسم تشبيهي لمرحلة سيتخرج منها فريق سياسي اسمه الثامن من حزيران، وقد يلغي رقمي الثامن والرابع عشر من آذار، أو على الأقل يحد
من نفوذهما.